بالنسبة للغرفة، الغرفة الضوئية لا تواكب التاجي، تأطر وتكون وتوري الدفع عليه، الطرافة عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم في غرفة التجارة والصناعة في مدينة القنيطرة اللي تابعة لغرفة التجارة والصناعة الجهوية لمدينة الرباط والقنيطرة وخميسات، تنظم واحد اللقاء خاص بالتعريف بمركز المعتمد للتدبير والمحاسبة بالجهة. وقمنا بهذا اللقاء هذا بصد القانون 5790، وحاولنا نفهموا الجمعيات، رؤساء الجمعيات اللي حضروا معنا، شنو هما الامتيازات اللي تابعين هذا المركز هذا. والحمد لله كان تجاوب وتجاوب من جميع رؤساء الجمعيات، وطلبوا منا باش نديروا لقاءات خاصه مع الجمعيات، مع الجمعيات سواء المقاهي ولا التجار ولا المصابين. وان شاء الله غادي الهدف ديالنا هو نحاولوا هاد الناس هذا نحسوهم باش يدخلوا للمحاسبه وينظموا راسهم ويستكشفوا راسهم. اليوم كان عندنا لقاء يعني في الغرفة ديال التجارة والصناعة في مدينة القنيطرة ملحقة، اللقاء اللي كان تنظم يعني لقاء تواصلي تحت المركز المحاسبة المعتمدة بالقنيطرة. الحضور ديالنا اليوم كممثل ديال المكتب الجهوي ديال الفيدرالية على جهة رباط صلاة قنيطرة، حضور لهذا اللقاء التواصلي اللي كانت فيه يعني عدة نقاط اللي استفدوا منها يعني الساده الحضور رؤساء وممثلي الجمعيات التجارية والمهنية والحرفية. احنا يعني الدور ديالنا والمركز ديالنا يعني في الفيدرالية الوطنية للتجار طالبنا هذا المكتب المعتمد على اساس ان شاء الله انه ينظم عدة لقاءات تواصلية مع جميع المدن وجميع الجمعيات اللي كتنتمي للفيدرالية، على اساس حتى هما ان شاء الله يستافدوا من جميع هذه التوضيحات وهذه الامور اللي غتكون يعني في صالح التجار والمهنيين والحرفيين بالمغرب ان شاء الله باذن الله. وشكرا للموقع ديال اخبار الفجر على التواصل ديالهم وعلى التغطية ديالهم الاعلامية لهذا اللقاء المهم. اليوم كنحضروا في غرفة تجارية مع واحد مجموعة ديال القطاعات المهنية، ولهذا طلبنا من السيد الرئيس باش يدير لنا شي لقاء مع المحاسب المعتمد باش نحسنوا الوضع ديالنا في القطاع. كان هذا الاجتماع فيما يخص خرق مكسب للمحاسبة المعتمدة هنا بالغرفة لتيسير الحسابات تاع التجار، هذه بادرة حسنة من الإخوان. وكانت بعض التساؤلات في هذا النطاق هذا بما يخص كيفية التعامل مع هذا المكسب، الحمد لله الأمور كانت واضحة، وأغلب الإنسان أغلبية التجار والمقاولين في الذاتيين أنهم تطرحوا بعض الأسئلة ما هو موقعهم من خلال CPE بلا سي بي مع هذا، هما نورمالمون هاد المكاتب تتعامل الا مع الناس لي بيرسون فيزيك اللي تيديبوزو لي بيلون ديالهم سنويا. والحمد لله كان لقاء غني بافكار، ونتمنى ينجح تنجح هاد العمليه ان شاء الله باذن الله بالتنسيق مع جميع المحاسبين.